لكن في اوقات كان في نقل كوره على الجناب وفيها حاجات خطيره على الجول. طاهر شاطها جنب القايم، كان ممكن طاهر يشوطها بخارج رجله. نعم. مع سوير كده ممكن تطلع له شاطها عدل صريح الحارس برجليه. نعم. وفي واحده لصلاح محسن برضو اللي اتلعبت له عملها على شمال الجول في دقيقه 20 برضو فرصه كانت وليد تركها له وكان لازم يسجل. دي قصدك عليها دي بالظبط. دي كره طه وبعدين عايز تبعد خطوه كمان. وبعدين في الدقيقه 20 لصلاح محسن واحده عرضيه وجات له كان ممكن هو وليد تركها له بس هو برضو ما قدرش ان هو يسجلها بشكل كويس. دي بتاعت صلاح محسن. ايوه دي ما هي دي اللي انا بتكلم عليها. وليد تركها له وعمل برضو دي اتعملت ببطن رجله. انا شايف لو برجله الشمال بقى وهو بيتحكم انها تبقى بره رجله كده عشان تلف في الجول، انما بجنب رجله هتروح على بره او في الزاويه الضيقه. عملها ببطن رجله في الزاويه الضيقه دي حلوه اتعملت اظن من ما اعرفش من طاهر ولا مروان. عملها حلو عمل اسيست حلو راحت انا بس الجول تالق فيها الحقيقه. دي اللي مروان عملها له. نعم. دي اللي مروان عملها له برضه اتعملت بشكل كويس. فالحقيقه لحد ما جت فرصه وليد. وليد ما بيضيعش. وليد حوالين 18 رجله سليمه 100%. كره بتنط ما تنطش بيعمل لها هو المطلوب بيسجل منها. استاذن حضرتك اروح لفرصه.